لمتابعة الأخبار وكواليس النجوم زوروا موقع كلاكيت الفني www.clacketnews.com. نرحب بدكتور سامر الرفاعي، رئيس الجمعية العربية لتطوير الصيادلة وأمين عام المؤتمر الدولي الخامس للصيادلة العرب. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا بيكي. دكتور، كنا شايفين السنة دي في المؤتمر في إضافة كبيرة، إن المؤتمر لأول مرة بيبقى أون سايت وأون لاين كمان فيرتشوال كونفرنس، فهل حضرتك شايف إن ده بيساعدنا أكتر إن إحنا نوصل لجمهور أكبر لصيادلة أكبر نساعدهم على التطوير، ولا رأي حضرتك؟ تمام، برحب بيكي طبعا وبوجه كلمة شكر للصيادلة وللأطقم الطبية اللي هم على مدار سنة كاملة أثبتوا إن إحنا قد التحدي، وان مهما كانت الظروف والصعاب اللي بتواجهنا بسبب الكود دي بتوصل لدرجه ان يكون في بيننا شهداء من الاطقم الطبيه والصيادله. كمان بوجه التحيه للصيادله اللي حضروا معانا النهارده، لان هم اصروا على تكمله المسيره وعمليه التطوير تكون دايما مستمره، والتعليم وتبادل الخبرات بحضور المؤتمر الدولي الخامس للصيادله العرب. زي ما حضرتك قلتي من شويه، المؤتمر السنه دي معمول اون سايت واون لاين علشان خاطر ندي اكبر مساحة وفرصة للمشاركة للصيادلة، لأن احنا طبعا بنطبق كل المعايير والمحاذير الخاصة بحضور الاجتماعات والمؤتمرات العلمية، فالعدد السنة دي محدود داخل القاعة، يعني حوالي 25-40% من مساحة القاعة، وطبعا علشان الإقبال كبير على المؤتمر فاحنا أتحنا المشاركة عن طريق الأونلاين، والصيادلة بيتابعونا من أماكن عملهم سواء جوه مصر أو خارج جمهورية مصر العربية. والحمد لله المؤتمر السنة دي بيغطي جوانب كتيرة جدا تخص الصيادلة وتخص المنظومة الطبية، واتكلمنا كمان عن التحديات اللي بتواجه المنظومة الطبية بسبب الجائحة بتاعت الكوفيد-19، واستعرضنا كمان دور الجمعية ودور الصيادلة في عملية التحول في المنظومة الصحية والتطوير، وازاي ان احنا نقدر نعظم ونفعل دور الصيدلي علشان خاطر نقدر نوصل لافضل نتائج مرجوه لتطوير المنظومه الصحيه في اقل وقت ممكن. تمام، ميرسي يا دكتور لحضرتك، نتمنى نجاح المؤتمر زي السنين اللي فاتت. شكرا. انا متشكر ليكي جدا.